إخواني المتابعين، أخواتي المتابعات، مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هتشوفوا معي الإخوان في هذا المقطع، هذه هي طريق السيار المداري لمدينة الدار البيضاء. غادي نشوفوا هذاك المقطع الأخير ديال ساسفة بعد انتهاء الأشغال من هذاك المقطع. وكما كتشوف معنا الإخوان، راه بعض الأيام وبعض المرات كتكون الضبابة الإخوان هنا على هذا الطريق هادي، باش الإخوان السائقين ياخذوا الاحتياطات ديالهم ويتمشوا بشوية عليهم. كاين بعض المرات الإخوان اللي كيكون واحد الضباب كثيف على هذا الطريق هادي. خليكم مكملين معايا المقطع الإخوان، غادي نمشيو إن شاء الله حتى الدورة ديال لساسفة، لأنه هذاك المقطع من الاتجاه ديال سيدي معروف حتى لساسفة باقي ما حطيتوش في القناة بعد انتهاء الأشغال. ما هاد المقطع الآخر كان سبق وحطيته من بعد انتهاء الأشغال منه. ونشوف هذيك الإخوان هذاك الطريق، ونشوف هذاك المقطع كيفاش دار وكيفين وصلت فيه الأشغال. طريق السلامة نتمنى لجميع مستعملي الطريق، لا داعي للسرعة. خليكم معايا الإخوان، وما تنساوش تدعمونا باشتراك في القناة الإخوان، وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد. ما تنساوش الإعجاب ومشاركة القناة فضلا وليس أمرا. كما كتشوفوا معايا الإخوان، الخطورة ديال هاد الضباب هذا كتكون في هاد الطريق ديال جديدة، وكذلك في الطريق ديال سطات، بالأخص المنطقة ديال برشيدة الإخوان، راه كيكون واحد الضباب كثيف جدا. وكذلك هاد الطريق هذه في اتجاه ديال حد السوالم والبير جديد، حتى هي كتشهد ضباب كثيف جدا. ونتمنى من السائقين يشعلوا الاضواء ديالهم وياخذوا الاحتياطات ديالهم، ولا داعي للسرعه، وخلوا واحد المسافه بينكم وبين السيارات ولا الشاحنات اللي كيكونوا في القدام ديالكم. ونتمنى السلامه للجميع. خليكم مكملين معايا المقطع حتى النهايه ان شاء الله، باش نشوفوا هذيك الطريق ديال هذاك المقطع ديال اللي ساسفة من بعد انتهاء الاشغال منه. شوفوا كيفاش اصبحت الطريق تما يا الاخوان. وكما كتشوفوا باقي بعض الحواجز هنايا في الملتقى ديال الطرقان هادو، ربما غايحيدوهم عادي، كيديروا دوك الحواجز، دوك البانوات ديال الحديد، ويحيدوا هذاك الحواجز ديال السيما. خليكم معايا الاخوان حتى النهايه باش نشوفوا هذاك الطريق.
من هنا الإخوان اتجه الطريق ديال سيدي معروف، هذه الدخله ديال الدار البيضاء، والدخله الثانيه الإخوان هي في اتجاه ديال المطار ومراكش. وبعد الناس بزاف الإخوان هنا يردوا البال، راه كيغلطوا في هذه الدوره هذه، مع جا شويه مزيره هذه الدوره ديال اتجاه ديال مراكش اكادير، وبنادم كيسهى وكيمشي حتى كيخرج ديال الطريق ديال جديده، وعاد عاد كيبقى اما يفراني وصدق دخل فيه شي واحد، اما يجي راجع مار شريان يرجع يعني راجع بالخلف باش يكمل الطريق. ردوا البال الاخوان الناس اللي كيكونوا غاديين في اتجاه ديال مراكش اكادير، ملي توصلوا البانو ديال سيدي معروف تما شدوا لي من ديالكم ونقصوا من السرعه باش ما تسبوش شي خطوره ولا شي مشكل. طريق السلامه للجميع. هنا هذا هو المقطع ديال الاساس في الاخوان، باقي شي حواجز هنا هما دايرينهم تما على اليمين، ولكن الطريق راه انتهت الاخوان، هنايا راه انتهت بها الاشغال حتى تمت التوسعه ديالها حتى القنطره ديال السكه الحديديه، هذيك القنطره اللي فوق من السكه الحديديه تما الحد ديال التوسعه ديال الطريق باش ولات ثلاثه المسارات، ومن تما الاخوان ولاو غير جوج مسارات حتى الدوره ديال الاساسفه، وكذلك حتى الطريق اللي من غادي البير جديد وحد السوالم والطريق الجديده، وهذيك خلاص الاخوان هذه راه الطريق تكديك لنا الطريق سير حتى الاسفي. طريق السلام نتمنى للجميع، وخليكم مع القناة وإلى فيديوهات قادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. باقي كنشوفوا بعض الأشغال هنا على اليسار، باقي نشيرو توشات يعني هنايا، وهنايا كذلك هاد ديك الساقية اللي كتبان لكم من تما الإخوان، هذاك الممر ديال الماء ديال الأمطار راه باقي ما كملوش. المهم باقي شي حاجة خفيفة كما تنقول، شيرو توشات في هاد الطريق هادي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى الفيديوهات القادمة إن شاء الله.